في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية وفق مفهوم طب العائلة. وأكدت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية بأنه تم فتح باب التسجيل للجمهور الكريم لاختيار طبيب العائلة في جميع المراكز الصحية بمحافظة المحرق. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم لنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. بعد التحية دكتورة، طبعا اليوم جميع الأسئلة تتطرق في البداية لأهداف اختر طبيبك، وطبعا المندرج ضمن مظلة مشروع الضمان الصحي صحتي. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا مثل ما تفضلتين أختي، يعد برنامج اختر طبيبك إحدى البرامج الأساسية لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية تحت مظلة الضمان الصحي. نعم. هاي البرنامج يتيح حرية الاختيار من المستفيدين من الخدمات لطبيب العائلة. يتم ربط كل فرد مع طبيب أسرة من اختياره، ويهدف هاي البرنامج لزيادة رضا المستفيدين من الخدمات، ضمان استمراريتها، وتعزيز الخدمات الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض مثل أمراض السرطان، أمراض السكري، والاستمرارية في تطوير الخدمات العلاجية اللي تقدمها الكوادر الصحية المؤهلة وفق نهج الرعاية الصحية الأولية. نعم. طبعا مهم جدا إذكاء الوعي بالسلوكيات الصحية لتحسين جودة الحياة، وبالتالي المضي قدما في تطبيق البرنامج في إطار مشروع التسيير الذاتي، واللي يعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي، واللي يهدف بصفة عامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، تعزيز الجودة والتنافسية، بما يلبي تطلعات المستفيدين والمواطنين اللي هم محور التنمية في مملكتنا الحبيبة. نعم دكتورة جليلة، طبعا تم اختيار محافظة المحرق لتطبيق هذا، يعني هذا النظام اختر طبيبك. بالنسبة للمرضى التابعين للمراكز الصحية في محافظة المحرق، كيف يتم تسجيل المرضى؟ وأيضا في حال عدم التسجيل، ما هي الطريقة أو ما هي الطريقة لذلك؟ طبعا بإمكان الفرد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني www.bhc.gov.bh. وطبعا تأتي هاي الخطوة في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وفي مفهوم طب العائلة. الأشخاص اللي ما بيتأخرون أو لم يبادروا في التسجيل، احنا ندعوهم اليوم، ندعو القاطنين في محافظة المحرق من المواطنين المبادرة في اختيار طبيب العائلة المفضل لهم، لأن في حالة عدم التسجيل سيتم توزيع من لم يبادر بالتسجيل على حسب الشواغر المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل. فبالتالي مهم جدا المبادرة لضمان حرية الاختيار وضمان اختيار الطبيب اللي يرغب الشخص في التسجيل عليه. نعم، إذا دكتورة جليلة، هل نسلط الضوء من خلال هذا السؤال على تواريخ التسجيل في كل مركز صحي بالمحرق؟ وأيضا السؤال الآخر، ماذا عن التسجيل في باقي المحافظات؟ كثير من المرضى ربما يسألون أو يستفسرون عن هذه النقطة تحديدا. طبعا بدأ التسجيل لبرنامج اختر طبيبك من 18 ابريل في ثلاث مراكز صحية، اللي هي مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحج، مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد، مركز بنك البحرين الوطني الصحي بالدير. وبينتهي التسجيل في هاي المراكز 18 مايو، يعني عندهم غير اليوم يومين قبل انتهاء التسجيل. أما عن بقية المراكز في محافظة المحرق، وهي مركز المحرق الصحي، مركز الشيخ سلمان الصحي، ومركز حالة بوماهر الصحي، نعم، للبرنامج ذاته بدأنا التسجيل من تاريخ 8 مايو، ومقرر أن ينتهي التسجيل في الشهر القادم له 8 يونيو. طبعا التطبيق التجريبي أو التدريجي لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية يطبق حاليا في مرحلته بصورة تجريبية في محافظة المحرق، وسيعمم تباعا على جميع محافظات المملكة، يعني يتوقع قريبا بيتم تعميمه على بقية المحافظات كأحد البرامج اللي أساسا إن شاء الله مع قياس الأثر سيتم التأكد من ضمان المؤشرات الأداء اللي تضمن مثل ما ذكرت سابقا الكشف المبكر وتحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الصحية للاستفادة القصوى من للمواطنين والمستفيدين من الخدمات الصحية في مملكة البحرين. نعم، إذا كنت معنا سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، شكرا جزيلا لك. ادخل على موقع www.phc.gov.bh
ستظهر لك صفحة التعليمات، اقرأها جيداً ثم انقر على زر ابدأ الخدمة. ادخل معلوماتك الشخصية، رقم بطاقة الهوية، تاريخ الانتهاء ورقم مجمعك السكني في الحقول المخصصة لها، ثم انقر إرسال. أضف رقم الاتصال والأمراض المزمنة إن وجدت، ثم انقر حفظ. أضف بيانات عائلتك بالنقر على زر أضف. أضف الرقم الشخصي، رقم الاتصال، صلة القرابة والأمراض المزمنة إن وجدت. كرر العملية لكل فرد من أفراد العائلة واستكمل تسجيلك. ستظهر لك رسالة في المربع الأحمر، طلبك غير مكتمل، قم باختيار طبيب العائلة لأكتمل تسجيلك. الآن انقر على زر طبيب العائلة واختر طبيبك. انقر حفظ وستظهر رسالة في المربع الأخضر بإتمام عملية تسجيل الطلب بنجاح.